الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أجل مرسلين وآله وصحابته وتابعي من واله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا غدا في الفردوس الأعلى إلى جوار نبينا عليه الصلاة والسلام. جزى الله الإخوة القائمين على هذه المحاضرة، وجزى الله كذلك المستمعين والقادمين من بعيد، وجزى الله الأخ مجاهد سيف على هذه الكلمات وهذه الآيات وهذا التفصيل الواضح البين لمن أراد الحق وأراد الهدى. فالهدى في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه دعوة الأنبياء والرسل، دعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ويؤمر الناس بذلك في كل زمان ومكان، وهذا هو الأصل الأصيل، وهذه هي الدعوة التي ينجو بها الناس، وهي التي بها تنصلح أحوال البلاد والعباد. ودعوة التوحيد هي المنصورة، وهي التي ستظهر على كل الدعوات الفارغة والدعوات الكاذبة والدعوات الفاشلة، سوف يظهرها الله سبحانه وتعالى، كما قال: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله حسيبا. وفي هذا المقام أريد أن أوجه رسالة إلى أعداء هذه الدعوة، رسالة إلى أعداء هذه الدعوة. وهذه الدعوة لها أعداء، أي دعوة التوحيد لها أعداء في الداخل وفي الخارج وفي كل مكان. قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فكل من سلك سبيل الأنبياء له أعداء، هذه سنة الله تبارك وتعالى التي لا تتغير. كل من دعا بدعوى الأنبياء والرسل يجد الأعداء ويجد الأذى ويجد الإشاعات والتكذيب والاتهامات الباطلة، ولكن لا يضر دعاة التوحيد من ذلك شيء. فنقول لهؤلاء، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز، والآيات دي حق، الآيات دي حق، ومن أصدق من الله قيلا. ربنا قال في القرآن: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال الله تبارك وتعالى أيضا: ولقد كتبنا في الزبور، في الزبور ذاته ربنا قال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. والصالحون هم أهل التوحيد، نحسبه لنا كثير من الأمة السودانية لمن تقول له الصالحين طوال يقول لك أبونا الشيخ ود بدر، أبونا الشيخ أبو أزرق طيبة، أبونا الشيخ ما عارف منو أبو بتاع طابت وغيره، يقول لك دير الصالحين، بس دير الصالحين، ويا دول دين ما صالحين، دين مجرمين، والله دين مجرمين. والأدلة بتجيك من أشعارهم ومن قصائدهم ومن كتبهم. لكن ربنا قال في أعداء لهذه الدعوة، لأن ربنا قال:
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. يفكوا إشاعات وتسلطت أقلام المأجورة وسلط الإعلام على حرب على الحرب ضد هذه الدعوة، دعوة التوحيد. ليه؟ لأنه دعاة التوحيد يأمرون الناس بأن يفرضوا الله تبارك وتعالى بالعبادة، ودعاة الشرك ودعاة الباطل يأمرون الناس بأن يتوجهوا لغير الله. دعاة الباطل في البلد دي منه؟ عشان نكون واضحين يا زول، نحن ما عندنا لف والله ودوران. دعاة الباطل هم أهل الطرق الصوفية والأخوان المسلمين وغيرهم وجماعة التبليغ وغيرهم من الأحزاب والجماعات الضالة والمنحرفة. القصائد بتاعت الغرب ما سامعها؟ بناديهم بناديهم، وألا يا رجال الغيب أنتم حصوننا، والسادة السادة أنا عبدا ليكم نادى، وإن كنت في هم وغم فقم وانده بنادني، بيا مرغني آتيك بسرعة، وكن يا مريدي حافظا لعهودنا، أكو حاضر الميزان يوم الوقيعة. دي ما دعوة للتنديد ودعوة للشرك بالله تبارك وتعالى. السبب كله العادباء والأنبياء وأتباع الأنبياء، هذه الدعوة، دعوة التوحيد. والزول يصبر، شوف الصمة تلاوز ما دام على التوحيد والسنة، أصبر يا زول، تلقى الأذى وتلقى السب والشتم يا زول. وتفننوا في الحرب، تفننوا في الحرب، مرات يطلعوا مقالات في الجرائد، مرات مقاطع فيديو، مرات محاضرات كاملة، مرات غير بلاغات وغير من الأمور التي يريدون أن يصدوا بها الناس. والله يدفعوا قروج عشان يحاربوا دين ربنا. وربنا قال، ربنا قال في القرآن: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. واحد يقول لك مولانا ربنا ما قال الذين كفروا؟ ابن كثير قال الآية دي عامة، أي زول دفع له قرش عشان يحارب دين ربنا الآية دي أيوة تخصه وله نصيب منها. أي زول أنفق مال ليصد الناس عن دين الله تبارك وتعالى فهذا له نصيب من هذه الآية. والدعوة دي بتمش، والله ما بتقف، والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه لو اجتمع الجن والإنس وكل دعاة الباطل لكي يصدوا الناس ويوقفوا دين الله ما استطاعوا. وده اللي بيريحنا التقاشر، وده اللي مخلينا أصلا ما بنلاوز، مطمئنين الحمد لله إن دعوة ربنا الله بمشيها، والله هو الذي يتولى حفظ هذه الدعوة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. دين الله ده بمشي يا زول، ولا بقف، والله يسيل أي زول وقف قدامه حطمه. شوف أي زول قام ليه؟ قام عشان يقف قصاد دعوة التوحيد، والله ربنا يكسره وينجمه في الدنيا قبل الآخر. أقرأ القرآن، بس تقرأ القرآن وتعال، لما تجي مرات تلقى في أمثلة ونماذج حية في القرى. قل لك والله الزول ده كان من أكبر أعداء الدعوة، ربنا أخزاه وربنا ابتلاه بأن سلب منه الأموال والأولاد وجعله من أضل الناس. والله أي زول شوف، بس ما في زول يقوم قصاد دعوة التوحيد إلا ربنا يحطمه. ربنا قال: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فنقول لهؤلاء الذين وقفوا أمام هذه الدعوة
ابشروا بالخذلان وابشروا بالخسران وابشروا بالفشل وابشروا بعدم نيل ما تطلبونه وتتمنونه في دعاة التوحيد وفي دعوة التوحيد. كثير من الحاقدين دايرين الدعاة لو واحد لو حصلت له مصيبة يفرح، أفرح أنت، لكن دين الله بيمشي. ربنا قال وإن يكفر بها هؤلاء، لأنه الجرائد الأيام اللي فاتت شغالة والقبض على مزمل والقبض على معارف إيه، وداك بيغادي طلع فتاوى، وده كله يا زول هو ربنا قال وإن يكفر بها هؤلاء، وده بعد ما ذكر أنبياء. فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ربنا قال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ونحن والله دعوة التوحيد دي نحن المحتاجين لها، ونسأل الله الثبات على ذلك إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى. ونسأل الله يجعلنا من دعاة التوحيد، وأن يمسكنا بالتوحيد، وأن يميتنا على التوحيد، وأن يبعثنا على التوحيد. فدين ربنا ما بقيف ودعوة ربنا ما بتقيف. قلنا أن دعوة الحق هي المنصورة، ودعاة التوحيد العاقبة لهم. فمن أخلص وقصد بدعوته وجه الله فإن الله عز وجل يرفع قدره ويرفع ذكره. لذلك رفع الله عز وجل وذكر أقواما لما كانوا على التوحيد ذكرهم الله عز وجل في كتابه، أصحاب الكهف. ربنا قال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله. شباب قاموا لقوا أهلهم قاعد يعبدوا الأصنام ويعبدوا الآلهة الباطلة ويعبدوا الجن وغيرها من المعبودات، فهؤلاء أنكروا هذه العبادة وخرجوا وفارقوا مكان الشرك والوثنية. فربنا ذكرهم في القرآن، ومؤمن آل ياسين ومؤمن آل فرعون، وحتى الهدهد طيرة، هدهد ده طيرة صغيرة، ربنا جاب كلامه في القرآن. ليه؟ لأنها دعت إلى توحيد الله تبارك وتعالى. عشان كده ربنا قال عن سليمان عليه السلام وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. شوف الكلام في التوحيد بعدها، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. ده التوحيد. قال لي أنا لقيتهم ساجدين للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله. والله جد الكلام ده نخاطب به هؤلاء الذين يسجدون عند القباب، واحد تلقاه ساجد عند القبة. والله شوف عيني هناك في السوق الشعبي الخرطوم، ناس بيصلوا جوا قصاد القبر، على القبر جوا بتاع البرهانية. وهناك في مضوم بان برضو خشيت شفته، ناس يا زول طايفين وناس يتمسحوا وناس يتبركوا، يا زول شغلة طويلة. فربنا ذكر الهدهد وكلامه جابه في القرآن. ليه؟ لأنه غار على التوحيد. الليلة إلا من رحم الله، إلا من رحم الله الذي يحمل هم دعوة التوحيد. يعني في ناس والله ما عنده هم، يقول لك والله مالي وماله، إن شاء الله يسوي أي حاجة، إن بنوا قبة في حلتهم
يقول لك والله هذا مالنا ومال مالنا ومال المشاكل وخش لنا في جرجرة وخش لنا في مصايب. يا زول ده منكر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فبها الحل، مشاكلنا كلها ما بتتحل إلا بالتوحيد، والله ما بتتحل إلا بالتوحيد. إنه الناس كلها تتوجه لله تبارك وتعالى، والأوثان الشايفة عينك دي، القباب دي التي لا حصر لها ولا عدد. يا أخي السودان ده محاصر بالقباب، والله ما من قرية وما من مدينة إلا وفيها وثن يعبد من دون الله تبارك وتعالى. القبة دي باننا ليه تراث يعني؟ لا لا ما تراث. يقول لك أصلا المي سيد القبة ده هو كان صالح وكان حافظ القرآن وكان بيزوج للشباب، وبعد بعد ما مات عملوا له القبة دي، وهو ذا الصالح فيه بركة، الناس يجوا ينادوه ويتبركوا بقبره ويطبحوا له ويحلفوا به ويطوفوا بقبره. يقول لك وبعد يقول لك الشغلة واقفة، شغلة واقفة لأنه نحن واقفين عن التوحيد إلا من رحم الله، واقفين عن التوحيد ونشيطين في الشرك. الواحد يبرق من هنا للشكانيبة يمشي عشان يصف لا تراب هناك، والله يد من هنا للشكانيبة يمشي يشرب له مويه بتاع الطين، ولا يمرق يشرب له مهيوبة من هناك، ولا يجيب له تراب. يقول لك والله طبعا مشينا الحولية وزرنا وتبركنا وندهنا أبواتنا. ما سمعت الفنان بيقول شنو؟ الفنان اللحو عنده قصيدة اسمها يا غزلية، قال: يا غزلية يا البادراب بنية بنية، يا الشيخ سلمان ودى العوضية وما عارف لك منو نادى لك كم واحد كده. شرك بالله تبارك وتعالى، والله شرك. دعاء غير الله شرك. وده اللي بيدعوا له يا جماعة أهل الطرق الصوفية، يدعون إلى هذا الأمر صراحة في قصائدهم وفي أشعارهم وفي مدايحهم، تجد هذا الأمر باديا. والله القصائد دي بكافة أنواع الطرق، أي ناس عندهم قصائد تلقى القصائد الأشعار دي عندهم والعقائد دي عندهم. يا شبلينا ويا عجمينا اتلفتوا علينا، ويا طرطوس بالنور جلينا، يا السادات طوال الباع يا أهل الفزعة الفسراء، وناديت وتحسون الفوق يا فركة فارس العوق، ويا ما عارف لك، ويا الفي مقرقور ولا بنساك. يا زول مقرقور ما خلوها، وما عارف ديك ما خلوها. يا زول مصائب كثيرة واقعين فيها إلا من رحم الله. فده سبب التأخير، وده سبب الضنك، وده سبب الذل الذي نحن فيه الآن. حق الله الجماعة المريدين ادوا لشيوخهم، وكان شلت حقه ما بخليك. طيب انت ما حق الله اديته لشيخك، بدل تنادي الله ناديت شيخك، ولا ناديت الله وناديت شيخك؟ والله جد قبل فترة كنت في المدينة، والله في المسجد النبوي، في المسجد النبوي واحد سوداني ما يعتر الا في كراعي، لما نعتر قال يا مكاشف، قال يا سيدي يا المكاشف، ثاني قال يا رسول الله، بعد المكاشف جاب الرسول. والله الذي لا اله غيره. يا زول هناك في البلد ديك يشرك بالله، وده يدل لك انه اي زول عنده عقيده في مخلوق ما بخليها بالهين، ما بخليها. هناك في بلد التوحيد يدعو غير الله ويقدم دعاء شيخه على دعاء الرسول، كان اصلا هو بجوز ما كان ينادي الرسول طوال، لكن بعد ما بجوز شرك بالله تبارك وتعالى. والله جد قال يا مكاشف، مكاشف يسوي لك شنو يعني؟ مكاشف يسوي لك شنو؟ بس انا اسالك، عنده حاجه في الكون ده؟ ما عنده. خلق حاجه من الارض؟ لا. ربنا قال في القران: قل ارايتم ما تدعون من دون الله، المكاشف ولا غيره والبرعي والصايم والبدر وغيرهم، ربنا قال اروني ماذا خلقوا من الارض. اي زول بينادي يقول له تعال تعال تعال، انت بتنادي منه؟ يقول لك والله بنادي واد بدر. واد بدر يقول لك خلق حاجه من السماء؟ يقول لك والله لا ما خلق. عنده حاجه في الارض؟ يقول لك لا. طيب بتناديه ليه؟ يقول لك والله مما قمنا لقينا اهلنا قاعد يسووا. ايوه ربنا قال: واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون.
انت ابهاتك ذلك كان كانوا على ضلال وكانوا على باطل بتتابعهم برضو على الباطل. يا زول ابراهيم عليه السلام لما لقى ابوه على الباطل اتبرى منه. والانبياء كذلك، ابو لهب ده مش عم النبي عليه الصلاه والسلام، ابو لهب عم النبي عليه الصلاه والسلام لزم، لكن كان من اشد الناس عداء للنبي عليه الصلاه والسلام وعاد التوحيد، مع انه عارف تماما انه النبي عليه الصلاه والسلام كلامه حق وصادق فيما يقول. ما منعه الا الكبر، الا الكبر من الايمان بالله تبارك وتعالى. عشان كده لما النبي عليه الصلاه والسلام لما صعد جبل الصفا وقال قولوا لا اله الا الله، ابو لهب قالوا نفض يديه، قال لا تبا لك، لهذا جماعتنا. عشان كده ربنا قال تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامراته حمالة الحطب. لأن امرأته ذات مجرمة كانت بدعين على الباطل وكانت تذم النبي عليه الصلاة والسلام، برضو جوا جهنم بتجيب له الحطب كما قال أهل التفسير، تردم فيه الحطب. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ودعوة التوحيد ما بتقف، لا أبو لهب وقفها، لا فرعون وقفها، ولا غيره من لا كلهم ما وقفوا دعوة التوحيد، والله ما بتقف، والله الذي لا إله غيره. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. والخذلان دائما بيكون من جوا، الخذلان بيكون من جوا. المسجد تلقاه المشكلة مدورة، يتكلموا في التوحيد ولا ما يتكلموا. طبعا في ناس بيكون عاملين فيها دارين يردوا الطرفين، باركوها باركوها يا زلمه، باركوها هني بتيخه ايه باركوها، مساله فيها كفر وايمان، شنو باركوها؟ وده شغل بتاع اخوان مسلمين، باركوها. ونحن في المسجد ده لنا 20 سنه متالفين متحابين، ما في زول غلط على زول، ده تيجاني وده ختمي وده قادري وده ريكيني وداك ما عارف ايه، وشغله كلها سلطه ساكت سلطه، وكله على باطل. التيجاني باطل، الختمي باطل، القادري باطل، التسعينيه باطل، الريكيني باطل، كل هؤلاء على باطل، الطرق دي كلها باطلة والله، ولا طريقة واحدة على حق ما في. ونتحدى أي بني آدم يجي يقنعنا أنه التصوف دين الحق، والله التصوف هو ما يدعو إليه الشيطان، غاية ما يدعو إليه الشيطان زي اللي بيسووا الصوفية ده. الصوفية ما دارين أنك تعبد غير الله، والشيطان دارين أنك تكفر بالله. ربنا قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. فديل كلهم شفت الطرق دي بلا استثناء، والجماعات دي كلها ما تطلع لي ولا جماعة، ولا جماعة جماعة قالوا سلفيين ولا الجماعة قالوا سلفيين، عندهم انحرافات وعندهم باطل واضح وظاهر لكل ذي عينين. يخالطوا أهل البدع ويجيبوا أهل البدع يصدروننا في أهل البدع، ومنهم من وقع في عرض الصحابة رضوان الله عليهم، ومنهم من يقول ويقول أباطيل كثيرة جدا قالوا. فما تلتزم بأي جماعة ولا بأي طريقة ولا بأي حزب، التزم بالكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والله جد بتكون مرتاح، بتلقى نفسك مرتاح ما بتدافع عن باطل. لكن لو انتسبت لجماعة ولا لطريقة الزعم ولو جابوا باطل انت بتكون بتدافع بالباطل ساي. والله جماعتنا وشيخنا وجماعتنا ما فيها كلام، وجماعتنا اصلا على ابن باز، هذول جماعتك في طلعوا فيها ناس دلاليك ساكت، والله جماعتك فيها ناس بيسبوا الصحابه، فيها ناس بيتعاونوا مع اهل البدع، فيها ناس كرموا الصوفيه، فيها ناس بيتعشوا مع الصوفيه جوا هو عاش عديل كده، بيدافع بالباطل وبتكون تعبان. لكن المنهج السلفي حتى لو اخطا زول من المنهج السلفي ما بتنسبه للمنهج السلفي، تقول ده اخطا، والمنهج السلفي بريء، منهج السلفي منهج حق ومنهج صحيح، وهو الصراط المستقيم الذي دعا اليه النبي عليه الصلاه والسلام وصحابته الكرام وسار على اثره الائمه الاعلام. بتكون مرتاح ما بتدافع عن شخص ولا زعيم ولا طريقه ولا جماعه، بتدافع عن الحق. دي دعوه التوحيد ودي الدعوه السلفيه، انه الدفاع عن الحق ما عشان جماعة ولا عشان زعيم ولا عشان فلان أخطأ يرد عليه كائنا ما كان، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي عليه الصلاة والسلام.
لكن ثاني أي زول جاب باطل يرد عليه، إذا تاب ورجع فبها ونعمت، أصر وعاند وكابر فده يكون يا مبتدع حسب معصيته، إما مبتدع وإما يعني فاسق، وإما إذا كان بدعته مكفرة يكفر بالله تبارك وتعالى. عشان كده رسالة لدعاة الباطل ولأعداء هذه الدعوة، والله لو صلت الإعلام شت كل جرائد الدار وما عارف غيره من المهم كل الإعلام بلا استثناء صلتوه عشان تحاربوا دين الله، ما بتقدروا ما بتقدروا لحتى يأتي أمر الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيضا ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يدع الله أو ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا دخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعذ به الإسلام وذلا يذل به الكفر. دين ده منتصر يا زول والله جد، أصلا ما شيل هم، أنت تخاف على نفسك إنه ربنا يثبتك على الحق وتلتزم بالكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وتدعو للتوحيد. شوف السودان ده داير توحيد والله جد، ما داير أي حاجة بس داير توحيد، دار توحيد، الناس يدعو للتوحيد بكثافة لأنه الباطل منتشر والطرق منتشرة والضلال كثير وعريض في بلدنا دي. والجماعة الآن إلا من رحم الله الذي يقوم بدعوة التوحيد بصراحة ووضوح، كده أنا حوديك بواضح كده التوحيد ده، شفت تتكلم بوضوح وتفصل في التوحيد، التمايم شرك، دعاء غير الله شرك، الطواف بالقبور شرك، الطرق الصوفية على باطل، كله بوضوح تام ما في أي لولوة ولا في غش ولا كتمال الحق، لأنه ده سبب الضلال. إذا ما عالجناه أمورنا بتمشي لقدام. إن شاء الله نصلي ونفتح المجال للأخ شهاب هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.